والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحاسكو برارتشنين وحير سببتو خير بدن والله شيغي لكن وحال يربيو ميل دوليلا أي سوغتاغان وحال شيغي هايوردن ووح قلوبتو الظهيريو ووضدي أن إلهي سبحانه وتعالى كقاري لهم وين إلهي سبحانه وتعالى وحيره أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شيت كيغا وكا توسن إهراع لكن دلدلي الله إيا فرقية كبحة حقود عدعنا مركاز شيت كيسا آت كغلونتان شيت كسحظة أها ما لها دلدلالة ربها وين وذا وين شدتك كلا كلا حلاحظة هقول لها حننا ليه أنت أسوي شد أو حكوت على شيطان بكوت على أو قوة ذيري مرك هدي شيطان كعد يشاء وذا سحظة يو كعدو منايا خيرك هل ما لا يسوق تجا وحن كلمات كأنن قطن بيا أو قاضنا هنا عربك يذكر إلهي فضلك أولية وحن كعرب هنين ميل جوني أنا دو تقطو شيء عنو بهنين أنا دو وقت بدن جلسو شيء عنو بهنين أسيج كلجي أنا أنا دو جون النقطة دو استعكتو وحويان وذكر إلهي وكلمات عاد أفكا كده هاي سؤال مركب أنت استمر فولان ميزان كحسنات ككوب هنا يا إلهي سبحانه وتعالى أنا أكون قد بدافعي إلهي سبحانه وتعالى مركو كهل لهي نبي الله آدم إنه توبت كان محوكو توبت كان إلهي وحيود فتلقى آدم ربه بكلمات فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إن إلهي وحوكا لكل مي نبي الله آدم كلمات أيوكا لكل مي مركز أيوكا توبت أقبله إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسا يسيدو إنو قسح لي وحويان هل كاكلو ميل هبلاء لمدهن سودن برسون لمدهن وصومي لمدهن أعمال شاقة وقبطئوك للمشيقين لكن إلهي سبحانه وتعالى أمبو أطوبت كاني وحونو أطوبت كاني كلمات نبي الله يونس بركي وكتغي تولكي وانتو كروايي وكل العلي وكل العلي يكتغي مركاسو بدو آذي دون براع ضدك أنه حابلوسو دياريي هلاك إني اللي هلاكو وأساق أيكو مدح أضيقين إيا حق أي ديدين درتين لكن وكدك دقي أمون السوقين مركو بدو راعي ودون تقالي أي امتحان أساق إلهي سبحانه وتعالى وانتحام هاي دون تباق اللي بنتي ولي دون تباق عسلاني ساحدا قفل قطورين سهمي بقى لسمي يقرطور مركاسا أصقهم بيكون عايزة والوع لي مرلبات أصق بع صباحي والوع لي مرصد هذا صق يا صباح مركاسا مفوها لقطور أي بدي إلهي سبحانه وتعالى وبد بادي وحركو بد بادي كلمات وليه تري أنت أين ببعتض كل عين كهر إلهي سبحانه وتعالى وحيري فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدونا أهيم كو إلهي أتصبح صلا قفك إلهي هدو أجه وعربك سكو أجه قلبك سكو أجه إلهي سبحانه وتعالى نوا أجه هدونا أهيم كو تصبح صلا وثوثوتك علوشي سكو باقي أهان لها إلى قيام الساعة إلى قيام ضعي كتعضبونك لقاء فوفو ثوثك علوشي سلقاء صور نحن وليه حوت كعروش سأيو كتشري لها تام عن هذا ها تحوت كي إنه نولاده إلا وقت كأو نولاده أم حوت كي توبة إلى سبحانه وتعالى صدقنا إنه وقصر نحبيه أنكم بقبر قال لا هل كعرض هدي اللي قف روس أنا كنت بكم تجر اللفون بالقصة يليا لكن إلى سبحانه وتعالى وديس أصدق شليته إن جاء أبو روح أنشرين أيام أنت إن سون وليسين يو أنكم تمام أصدقنا أيام نسقه رتجينا سبحانه وتعالى marka waxa la yiri haduuna ahayn kuwa tasbiix sada oo ilaahay u toobad keena oo carabkiisa dhikriga ilaahay ku xajiya wuxuu xudku ku jiri lahaa lama badbaadiyan ila qiyaam saacu ku jiri lahaa
لما بدبادية لا يكاد يغنطان مركة كلمات عد أفكا كتري هل كيكو قاد سين كران كلمات عد عرب كاد كتري هل كيكو قاد سين كران مسلمين تا فقراء ذو ذي أيان نبي صلى الله عليه وسلم او يميد مركز أيكو عابان ايو وشيغ ايو إنينا وحي صدقائستان هاي سنين حلقة وحاجر الجهاد لقو كلا ترتمها يي ودادكو حولوها دا يسوديها يي وقفكو استقو تعلان لها إنو فرس كانو إنو كانو محوها ذاتك جيشك إنو مساكين تيان وقوذيو أن محوها أصحاب الصفة ولقو ترتمي ترى عنتادو دا مسجد كي تشوغين مركز ضيق بين دريمين يا عريلي مركز وحيد لهن وحان ربنا رسولك إلهي إنا نعب النوم وقعب أن إنا نحولها يسنن النبي صلى الله عليه وسلم دتك وحي أدر دار مهداد وقال له إذن ما عليك تصبيح بالله الله إذن نبي ويوي مادين وحي كلهن رسول إله يو دتك حولها لها وحي لتغين أجردي ذهب أهل الدثور بالأجور دتك حولها لها وحي لتغين أجردي أجردي ودي بابطي وانسومي الناس إذا أي annaka waan soonaa iyakuna way soomaan waan tukanaa iyakuna way tukadaan markaas bay waxay sadaqaystaan iyo tasadquuna bi fuduli amwaalihim xoolahooday nala dheer yihiin oo sadaqaystaan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri shaqaysta kumuna dheen bal maanta qofkan xoolahaysanin waxa ugu horeeya hadii uu damcaa inuu horumar sameeyo maxaa lagu leeyahay shaqaysta qac qof halkaas kac fariiso istiqfaarta badi ama badi muxuu aha adkaarta ama la ilaaha illallah ku cilcili ilaahay baa kursiqay laysuma sheego shaqaysaa lagu leeyahay shilinka nima shaqaysan shah macdu nabi sallallahu alayhi wasallam ma uunan dhibin kumana uunan dhihin kac shaqaysta oo suuqa intaad gashaan xoolo sida ayagu u shaqaysteen oo kale u shaqaysta kumuna dhihin keliya wuxuu ku yiri ma idiin sheega wax aad kuwa kaga hormaraysaan yaa bayba u dhintee ma nimankaas sadaqaysanaya ee waxaan anagu sameynay cibaado ah sameynaya yaan ka hormari karaa rasuul ilaahay haa buu dhaa waad ka hormari kartaan haddii aad samaysaan wax aan idiin sheegi doono nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri tasbiix kasta oo subxaanallaahi la dhaho waa sadaqo تحميد كستانا واصدقاء أمر كستاءوت خير ضد أشيبتانا واصدقاء نهي كستاءوت ضد كريبتانا واصدقاء وحاك لو كيري صدن إيا صدح جير سبحان الله لها مركعة صلاتك بحضان الحمد لله صدن إيا صدح جير لها الله أكبر صدن إيا صدح جير لها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير بقولك قدقا وحاد عافيسان وفكستو إذن كغوري عمل كالأو خيرا وي فرحين فقراء المسلمين وي تغين أيكو أو آد أغو فرحسان أو نبيك قلبي غوضة أغو فرح قليي ونو شيغن إنا الشقيستان حوالا انتي كينان أي بيتو مال المسلمين كينان لو مشيغن لكن وحا لو شيغي كلمات أي أفكا كدها هايان أي لو شيغن كلمات بي أفكا كدها هايان وحي كغهر مرين داد خير سميي أو خير لو باهنا قبطي أي كغهر مرين انتي بي سميين لكن محو أها قولذي أغنية ذا أهي دي إلهي هوضن ككدغينا أهرنتي وي مغلين مكاس بي كدب سميين ويسو نقذين صحابة ذي أيكو النبي أعبان يعنو للرسول إلهيو أهرنتي وانا لغبرتي محان سمينا مركاس بقنعيو حكويل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ودير إلهي سيئ لكن أذنكو وحال إذن شيئي أهرماء كغهر ماري كرتان صدق الله وحادهم بطسانيسا كلمات أتعربك كدهيس كلمات أتعربك كدهيس وبد بطسانيسا مركاسا وحاد كغهر ماريسا قف كستاء خير سميه أياد كغهر ماريسا ان ذكر الاله اد ايوف لبدنه وحا اوفد لبدن ذكر الاله القران النبي صلى الله عليه وسلم مركو كهلاي وحو يري الف لام م حا ام لينسان انت درجه اي لهدها الف لام م وا سدح حرف والف
يلام يميم صدح ذا حرف بس أويا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولي هل كي حرف ب طبعا حسنة أيالك قراء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدح ذا اسمك ألف لام ميم ده ذا صدن درج صدن حسنة أيالك قراء هاي بالكوره فاتح هذا مركز آخر ذي ما حرف بكتيرة هذا تربطه إني ميزان كذا حسنات كأوبطه ذكر الإلهي القرآن كحق وضور عرب وشيء أقول سهلا اللي هو قاري كردر كأدي أدوين هذا ما أنت آخر ذا بسم الله الرحمن الرحيم بس هذا ده هذا حساب إني ما حرف بكتيرة حرفها أصلا والله 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 بيان هي ما أنت جزء قرآن جزء قرآن آيات آخر ذي ملك خير كوكو قرية انت إن لك أي قرية أو خيرة وحمس كحلا هذا جري كرت ما هو أنا فضلك إلهي أن حريص شديسة وإنه قلت لك علي إن الدرجات شنط وحال يروح إلى هذه درجات شرنا شروي إن كلا قرية بدل كنار تأي دركات اللي هو قد لقد أدعوك له سيا إلى هذا مركا حسنات كذكر إلهي بواحد كجارس إلهي أكتس سبحانه وتعالى هذا جزء آخر ده معلنتي قف كل بجزء آخر يا ما جاري كرت قف كل بجزء آخر يا أنتي عادي عاد آخر ذي اللي بتشبار كيد أيو آخر قف كسدح جزء آخر يا قف كأفر آخر يا ده كقار بإلهي دورت سبحانه وتعالى والسابقون الأولون ولي ويترتا إن الغوك على هرمر القرآن كولي ويترتا إلهي سبحانه وتعالى وحيري أولئك يسارعون في الخيرات مؤمنين خيرات أي أكل ترتمي ترين هذا ما قلان شيء خير وحي اسكود يترين إلي قبطان خير كسيدي أي الله وكل هو المرسي أو الله وكل ترتمى هذا عضو ما أنت إنتا إسقابسي أستري لبا صفحة قرآن بضنب آخر سو أجر بضنب أكو قرآن قف باشون جزمال إنت آخرية وختم هذا أسبوعي قرآن كقرد أمهية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كفضل وقشيري كيرما إن هذا الكتاب لا يرفع به أقواما ويضع به آخرون كتاب كان ضد با إلهي ككر يا لابا ليري ضدنا للك أيونغا ما أنت قفك أقول لعك بدن إي حافظ إسلي تشوغا هدو مسجد كقالو ويليار وحبها السنين ولغا يعوينو لباتن كن ومشارقات أيو قد بتوكانيا رفع هذا الوشيق واتاسويا ما حاويل كان يرؤسا ما حاينو ضد كانو ضد انتو هرستاغو وإمامو النقضة وتاجرينتي إيه كوي محوها بابورت علسك كس عدي أي أسيق كدبة كذان وفضل إلهي وكسيوية فضل إلهي وكسيوية ونك قدر جمريي إنو كقفت لبنيها إني إمام وقل نقض صلاة محوها نبي صلى الله عليه وسلم حلقي سبا محوير وحائدين إمام نقنا يقف قرآن كإذن كوي قال هدو تدب تشري هاي نمانك اللي حدن تشركها هو تشينا يا مرك كتابك إلهي الدرجة وين أي على رهلا قفكي وهل كدكتنا إلهي سبحانه وتعالى النبي وحينا شيعي إنه أهل لي خاصة قواس نحويري أهل الله أهل القرآن تدك أهل كإلهي أودو وأهل القرآن وقف قرآن كاس برتاي وحمباري وكل قبيوي آخرين تسبس إنه جم في الله وأي هذا اللقطة من حجوب كون قانا ياب القرآن كهدي إن تعب برتاء عذن كل رقم من معنى قيام هذا وحكم ديها وحيالها إبادة يقفك أشفع عقاده إله ويأخرين شر إله يوحمانها دو سماين هيو إنتو يحسستو كاستعج شر إله يهبين كي بيقول أفرشير صلاة الليل بيقول تكن شر وحاقلو كم ديها وحيالها دتك كده كده أوضة الله إله يو يضيعي إله يمحوها إنت صباح شجع هذه كتاب قرآن كأجورك هذا يالله دور بلاد لك الفرن دعوة كاية صارت كتاب قرآن كحجوك ويا هنا آخر ذا أيو ربا وحالي يرقلا معلم بقرآن كتب شري مركز ب العقبة وحي سارين ميسكا وحكم بقى عيالك إني كتابتان كتاب قرآن كأبو دحجلي معلم تدب حوجا لقى شو جبا دور بلاد لقى شو وحساب حضي إني دهن مع الهبل إنه خير بذيهان موذينا لكم حقات العدن ميل سارة سبحان الله معاني كبير انت قادي
معلن كبار لون تقول لغير معلن وأهرن تاسع شرطة وبيسك أويو ما مالنتي أن كتاب القرآن كهل عقد قلي إلا هذا كتاب كلا قادم بود إلا أن ضد كتاب كهذا قادم لهاي وحكو دحشر وأرك لهايين معلن كسيلو أمس يالو وحال غير معلن رأك أساسي كبوسو تهمين إنا يتوغني ما كتهمين كمون أوين ضعيف نما ذو كأوين إلا نفط طهيرت بأوباهان تهاي نفط وحي أوباهان تهاي ما أنت بركي بحضو وح ميزانك حسناتك أسار وقول عسلية أي أوباهان تهاي وايو نفط المركي لما تحولان ودوي كتغيسا حولان سسلو إلا علينا يلا صدقي سنين عرب كان قشن كان لقو شيئا هيا يعني ذكر إلهي محو أهل لقو علينا ينو حسونا وحبو مطرعيان دمبي بيكوين وحي أوباهان تهاي شيء خيره الراعة خير كي مركا هدونا قفك كجفا إذا يسنن وارين كلا هدي وهو كأوي ضعيف إني ما ضوضة كتابك إلهي يقول وذي الله أنا قرأ قاعد سبحان الله ما أشوف شيخ اللي قبارك كفولة وحالا لسه بشيخ كلا ما عارين كلا قال قرآن آخر أنت يو آخر لا ده وده كتاب قرآن يقول جم يا الله مركا الله سق هذا اللي قد هو كان كتابك هو نو آخر وحالا فضل قبضان ذكر إلهي كمد أو حويان كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإيمانك أو كامل وي وإسلام لماذا ما يشعي كبير لابد قفكم منكم إسلام هاي أشهادة أي الله قطع كلمة ده هدي عرب كأن أن أقول لازنه ميزان كذا حسنات كما يرى هدان كلمة ده ستبقى أولا إيمانه وإن إلهي ستبقى عابدنه وإن إلهي ستبقى توكلنه وإن إلهي ستبقى aan u dhahno ilaahay oo adiga kaliya aan baajiro oo ku caabudayna ilaah kale ma caabudayna ilaah wax kale oo ka cabsaneyna ma laha maanta dad cabsato oo dad ka cabsato oo sixir ka cabsato oo balaayo ka cabsato iimaankaadu waa naaqis qadartiiba ma rumaysan qadartiiba kugu daciif ah laakiin iimaankaadu wuxuu qawi yahay marka aad kalimatu laa ilaaha illa allah si dhab ah u qaadato oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya aad kaga cabsato إلهي كلجي أدعى أدعوها توكشة إلهي كلجي أدقتها رزق ينو كوي يري أما وكوب ذي ولا بدو كوب أنت حامان هدي رزق الغوب ذي إلهي إنو كتعليها أم لا ينوك أنت حامي نبي الله سليمان ما كان نعم ذي إلهي سيبد ندى ضو أرك ما أونا بهن إلهي وإدارته خير أيو إدارته ما أونا به لكن محيل ليبلوني أشكر أم أكفر walaa ichirabi wiir walaa intaxamay inii aan ku shukriyo ama aan ku kufriyo naxmada ilaahay oo qariyo marka hadii qofka kalimatu laa ilaaha illa allah sidaba u qaato maalinta qiyaamada way u soo istaageysa nimba imanaya maalinta qiyaamada dambigiisu aad u farabadan yahay wuxuu umaleynayaa inuu halaagsabay markaas muxuu aha waxa la leeyahay wali maad halaagsamina waxba baaqi ku ahaysu waxa loo soo bixiyaa kaar yar oo ku dhagan tahay la ilaaha illa allah miisaanka baa la saaraya wixii dambi ahaana miisaanka ayaa la saaraya markaasii kelimatu la ilaaha illa allah ay la dhacaysa sababta waxa weeyaan qofka dambi uu baa ka dhacay ilaahay buu si run ah u aaminay iimaanku si kaamil ah u la yimid wuxuu og yahay naftiisa waxaan ilaahay u qorin inuuna ku dhacaynin iimaankiibu si dhab ah u qaatay kalimatu laa ilaaha illa allah ayuu u gargaari maalintii gargaar u baahnayd maalintii dugsi quraan la dhisahayo maalintii muxuu ahaa gabdho masaakiina dad masaakiina la caawinayo waa inaad garab istaagto iimaanka ku kaamil noqonaya marka qofkaas kalimatu laa ilaaha illa allah si dhab qofka haduu u qaato maalin maanta ahayn bay anfacaysa waxaa la yiraahdaa qofku حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قفك هدو بقل مرء له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمات كاس إن بقل مرء هذا صوتا دقيقة حتى كما قاعدة نيس هذين نفت أقال له إنت فائدة وجرته ما أنك سلشان بقل مرء بين إيلا إنت فريصته لكن وحاينا قمقان درينك عن درين سنهي shayga waxa uu tarahay aan dareensanahay ayaa inaga maqan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii boqol mar dhaha la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waxay la mid tahay sidii asaga oo toban raqaba toban qof oo intay soo intii la soo
أفاشي قال أهل الإسلامي دب أحري عملك أغفر لبضن أيو كمدها حلقي حلقي جهادك أوتري عملك أغفر لبضن أيو كمدها بل أدو قرق هذا إسكفر لي مالك إنت جهادك شو أو صوح صو قبصة أضومو أو حريصو أذيقان قورت هذا إي قورت والدين تا إله النار تاكا قحريو وأضو أخر ذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول مر انت بس كمائك وهو يري بقول حسانة أي الله قرى بقول دنبي وسيئانة والاقة قترى هادنا حرسحيت بيؤتهي إلام وكاك على بايستو سبحي بات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أخرين يسا مركز إلى أكجل رئيس الشيطان يا منافق يا قفك دل ربي يا جبر كوه حنقصنا وحكوس دوانا يا ملا صوتا حسني وحلاه حرس حد أذك ودرب جنوك لا أيه تسكوري جس شيطان ودم كوه مسو دوانا هذا شيطان كوس دوانا محكو بالعذن إسا نفط هذا إنا إلهي حسوس ناتو إلهي سبحانه وتعالى قلبك هذا إنا حاضر كوه هذا إنا قرانك تعلات إنا ذكرك تعلات إنا خيرك إنا أقوله غيسة تعلاته إلا شيطانك دا كلا واحد إيه كاعلنا يي أيه لقى ولقى إلهي هذا أنا قلبك أنت إلهك أيه ده هسا ذكرك إلهي فضلك بدن وحكمه ده تسبيح ده ملائكة إلهي وكو أمانة وكو شرفة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هبين إيه مالن بيت تسبيح سنان من كده لا بالي أما كنا هادام بقول مر سبحان الله سبحان الله نحن مالك قرن والله ما أنت وين لا بدن تاع كورن إلهي وجو أبور تي أدمو وقلت لك على إني بكدة لين أمان تيس إله وأذان نزه إله وأضيم هاد كوس بنات إله وأضع عرك يدل كنسكلة لجو مشري جيلا أدمو ما أنت نقول العلنا يذكر قرن وإلهي وجو أبور تي عن أهين بن آدمك وح كست أن لبض ثقلين هين جنك ينسجا إلهي بيقول تسبيح سنان سطوعنا من كدالا إلهي سبحانه وتعالى عاد قرآن وحكوير شيء كستوه تسبيح ذا تسبيح سداي ولكن لا تفقهون تسبيحهم أذنكم ما فهم إنسان سدا يقول تسبيح سدان لكن شيء كستوه كأجيال إلهي بسي مضيعة وكأدع سيا أقول تسبيح سنايا هذا حر لغوسي وكتاب لغوسي ودتشيو لغوير كتاب كان كامر قاضو أنا كينا بدن كان نار تعيان قال إن تان ديدني كتاب كإلهي يوحي كقر يوحي كقرنا أن تسبيح لو حكمت أخ قفك إنو له بقول مر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أو بقول مر نهضة نبي صلى الله عليه وسلم حديث أي يوحي كويري قفك وحالك غتر أدم بيدي سأردن بدهير كيدن على إكادن حطت خطاياه وإن كانت زبد البحر وحالك ترى دنبيدي سأردن هيرك بده الله إكادن هيرك بده وحاله يري ساسي سكر سارسارين وح عقلك بن آدم وكين كرماه كم وينك وصو صعدة بقول الله الكلاك هو صيص سأود بهير قنيسة وحاس الدنبي أقفك هدو سمايو كلية تسبيح ده وكل العليون لا سنتو وحالك ترى هيا نبى وصو شاكتين ودنبي كده عبدان النبي صلى الله عليه وسلم وصو شاكتين أعماش الصالحة إني دمك ترتعي الله شيء أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات نسكه رأي نسكه دم بصلاةها إلى لبا الغير يهبينك قيب كمدة وشنت الصلاة لكن شنت الصلاة سقيمة للوت كذب محل غير دين حسناتك وحي ترتران دم بيذا وحكمت ذكر إلهي فضلك بضن وحكمت قفك ينو كل علي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم حوري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لبك كلمة وعربك كفضه سبحان الله وبحمده سبحان الله لما يغمر بعد إيكارتا بقول الله المربع ذي كرتا هذا أقول شيء تتو إلهي قلب السليم أو تعال ذكرك أو قصيو إن بدن بعد ذي كرتا لكن ما تقول العلي نسا الله جل جلاله كلمة وتعاليه
فالإله كلمة وتشعلها هذا كل العلم مكور أنا كلا إله سبحانه وتعالى ولا شعلانة يا هي ميزاك عسلي سايا لي دم بكست أوت سمايسي هذه مال صار أو بيشن كلا تلا صار وحا كون عسلي نيسا تسبيح داس أي كون عسلي نيسا وحافظ لبدن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو العليا أو النبي صلى الله عليه وسلم ويري يقصوا صليا قفت أقصى اللي انت بضى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم دي هاي كوة ومالنت قيامة وشفاعة قادة هذا ربط إنه النبي كوة شفاعة قادة سلقي سكوع العلم صحابة أي يمد مسجد كوة دعاية سن ربي مارك إنه دعاية سسلق النبي قدر أي ربي النبي هو يمد صلى الله عليه وسلم حكوير رسول الله وإنه دعاية سن ربي انت إلا أقبانك وقصى اللي صدح ميلون دعاية إذا مارك الله قيبي هل ميل أما كوقصى اللي igu salli buu yiri hadaad ka badisana way ku fiicnaan lahayn saxaabadu aad ayay waxay u jeclaayeen nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhaw weydiin fiican yahay ninki muuna ka tagine waa si warsado wuxuu rasuul ilaahay yow laba meelood baan ka dhigayaa saddexdi meelood laban salligaada ka dhigi hala waa duceysan nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii aad ka badisana way ku fiicnaan lahayn saxaabigi intuu idraakay oo dareemay salliga nabiga qiimaha iyo wanaaga ku jiro ayuu yiri rasuul ilaahay yow markaanba meel fadhiisto ducadaydi kaloo dhan waa iska dhaafaya adiga bisaan kugu salinayaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay wuxuu ku yiri haddii aad sidaa samayso dembigaadana waa lagu dhaafayaa hammiga iyo qamiga iyo waxa aad dareemaysay dhibaato ilaa dhibaatan ilaahay ka baryayna subxaana wa tacaala qof walba dhibaa iska haysta dhinac uu ka haystaba waxaasna ilaahay waa kaa tirtiraya adduunku waa iska musiibo socoto adduunku waa iska imtixaan socdo qofba meel baa lagaga dhagan yahay ذكرك إلهي كو عرر قلبك هذا وحالك إلالينيا مروكت أيا لك إلالينيا وصل لك النبي قبادي سخاصة نبي قبادي صلى الله عليه وسلم شمعكست وحالوك يا إنت أي كسو صليين ذاتك أذوك كون كسلي سبوع مركي أقو يرتعي مالك استبقال كسلي مركي أقو يرتعي ما أنت شمعها أنا على صيبة دي وما أنت النبي صلى الله عليه وسلم ويري إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي صلي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا على ذي مغا عاضي انت تقصص صليتين ترضى يا شمعان لو قينية maalin kasta waxa iska riboodin kartaa nabiga agtiisa sallallahu alayhi wasallam waa qiimo gooni ay qofku ku fikiro maalin kasta qayb uu ku saliyay nabiga in loo geeyo sallallahu alayhi wasallam ilaahay ha noo fududeeyo arrimkeena dhikrigiisa uu fududeeyo istighfaarta kamid ah uu farabadan yahay halkan kuma soo koobi karo laakiin waqtiga ayaa ina haya ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa arrimkeena inuu u fududeeyo dhikrigiisa wax walba waa waafajinta ilaahay iyo ilaahay u fududeeyo qof walba uu ku ducaysto hidaayada hanuunka waa shay muhiim ah in lagu ducaysto ilaahay baa kugu hanuunin karo ku jecelaysiin kara inaad quraanka akhrido inaad dhikrigiisa waxayso inaad muxuu ahaa majaalista khayrka aad ka qayb qaadato marka ilaahay subxaana wa tacaala adigana bari muslimiintana u bari qalbigaada nadiif ka dhig si ilaahay subxaana wa tacaala uu ducada kaaga aqbalo qof qalbigiisa uu wasakhaysan yahay إلهي سبحانه وتعالى عمل كسب اللي ما جيه مركب ما وبتدي إلا قاسو أقبله إنك لا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.